وجعل الجنة مأواه، وأدخله الله في فسيح جناته. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر للمرحوم خميس مطر المدير المهيري الذي توفى فجاءة. اللهم اغفر له وارحمه يا الله، اللهم ارحمه بحق القرآن، اللهم زد شرفه بشرف القرآن، اللهم نور قبره بنور القرآن، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ادخله في فسيح جناتك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين. نرفع إلى